بطني. فلسفة رقم ثلاثة فيما روية أن هذا يرفع الغرور. كيف يرفع الغرور؟ كيف يرفع الغرور؟ شوف الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله. الرواية تقول: لولا ثلاثة في ابن آدم ما طأطأ رأسه شيء. يعني لو هو ثلاثة شخش منه كله مرفوع، كله غرور. شنو هالثلاثة؟ قال: المرض والموت والفقر. شوف واحد متفلسف عضلات عنده، تقول له ولدك بابا اللي انطفت عليه لا تطالع، لأن حتى اللي طايف على سبيل اللي طاشي وش فيك طالع؟ وش عندك؟ بس يمبي يضرب يمبي هاوش، مغرور حده. لكن خلى تشوفه مريض تدش عليك أنه عصفور، عصفور يطالع الطبيب وش بيقول، يطالع الطبيب وش بيقول، صح ولا لا؟ هو المغرور الإنسان. الإنسان مغرور بالمرض شوية يذكر أنه ضعيف، بالموت وقهر عباده بالموت يشعر أنه مقهور مو أمره يمشي، وبالفقر يشعر بحاجة لغيره. النبي يقول له لها الثلاثة إن كان الإنسان ما طأطأ رأسه شيء، ثم قال: وكلهن فيه، يعني هم يموت وهم يفتقر وهم يمرض، وإنه لمعهن لوثاب، يعني بهالثلاثة ورافع خشمه. فإذا من فلسفات الابتلاء بعد تربوي أن الإنسان لا يبتلى بالغرور، الغرور هو الطريق إلى النار سريعا. شيطان صار مغرور طرد من رحمة الله أول واحد. هذه فلسفة الابتلاء. بعد أن نلقن أنفسنا بأن من يبتلى فهذه علامة حب لله من الله له. في الرواية عن إمامنا الباقر: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا غته بالبلاء غتة، يعني غمسة، وثجه بالبلاء ثجة، يعني صب عليه الابتلاءات صبا. هسه الرواية تقول: أوحى الله إلى داود: يا داود بشر خلادة بالجنة، مرة اسمها خلادة، وقل لها أنها قرينتك في الجنة. مو بس بتروح الجنة، زوجة النبي. جن بداود طرق الباب، قالت: يا نبي الله أنزل في شيء؟ قال: بلى، إن الله يبشرك بالجنة ويخبرك أنك قرينتي فيها. قالت: يا نبي الله لعله اسم وافق اسمي، يمكن نفس الاسم غلطانين، غلطان يعني النبي ما يغلط، غلطان في العنوان. قال: لا النبي ما يغلط. قال: لا انت هي، انت هي. قالت: لا ارى في نفسي شيء يوصلني هالمنزله، منزله وياك ما اشوف. فقال لها: اخبريني عما في ضميرك وسريرتك، قولي انت وش عندك من عمل حتى انا اقيم هذا السبب او لا. قالت: يا نبي الله هذا اقوله لك، اعلم يا نبي الله أنه ما نزل بي ضر ولا جوع ولا مر ولا ألم ولا حاجة ولا هالأربعة، ما يوم نزل بي وسألت الله أن يكشفها عني، ما قلت يا رب اكشف عني هالجوع أو الضرر أو أبدا هالحاجة، إلى أن الله يغير الحال من حال إلى حال، ثم أحمده وأشكره ولا أطلب عليه أجر ولا شيء، أنا أقول الله يدبر أمري وخلاص، أحمد إذا غير الحال. فقال لها نبي الله داود: بهذا بلغت ما بلغت. الإمام الصادق هو يجيب الرواية، ثم قال الإمام الصادق: هذا دين الله الذي ارتضاه لعباده الصالحين. للصالحين ارتضى الدين التسليم لقضاء الله وقدره، يودينا أعلى الدرجات. فاللي يحب الله يبتليه بالابتلاءات.